بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. جاء في كتاب قمر بني هاشم عليه السلام الجزء الثاني أنه روى حجة الإسلام الشيخ محمد كاظم رودسري عن آية الله الشيخ عباس علي إسلامي الذي سمعه يقول: قبل سنين كنت مدعوا لمجلس عزاء في أحد مساجد أصفهان، وفي ذات يوم جاءني أحد المستمعين وأخبرني بأن يهوديا يريد إهداء ما وزنه 20 كيلوغرام من الحلويات تقريبا للمجتمعين في المسجد، فهل توافقون على ذلك؟ فأخبرته بأن يسأل اليهودي عن السبب في الإهداء للمسلمين، فأخبره اليهودي بالقصة التالية قائلا: إن ابني كان مريضا جدا وقد ساءت حالته كثيرا، ولطالما قد ذهبنا وأجرينا العمليات الجراحية ولكن من دون جدوى، بدأ تدريجيا نحو الأسوأ حتى دنا منه الأجل. فدعوت الممرضات وقلت لهن: ادعوا الله عز وجل لعل الله عز وجل يستجيب لدعائنا. تفاجأت بأن أحد الأشخاص الذين كانوا واقفين بجنبي قال لي فورا: لماذا لا تتوسل بالله عز وجل عن طريق أبي الفضل عباس سلام الله عليه؟ فإن أبي الفضل عباس سلام الله عليه له مكانة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، كما هو موسى لديه مكانة، كما الأنبياء، كما عيسى إلى غير ذلك سلام الله عليهم أجمعين. في هذه اللحظات يقول هذا الرجل اليهودي: دعوت الممرضات جميعا وقلت لهن: فلندعو الله عز وجل بحق أبي الفضل عباس سلام الله عليه لشفاء ولدي. يقول: أنا عندما سمعت كلمة أبي الفضل عباس سلام الله عليه تأثرت بها كثيرا، وشعرت بأن هذا الرجل العظيم له منزلة حقيقية عند الله سبحانه وتعالى، وبدأت أبكي كثيرا، وقلت في نفسي: سأهدي 20 كيلوغرام من الحلويات إذا ما شفي ابني تماما. في عالم الرؤيا وفي وقت الليل، وإذا بأبي الفضل عباس عليه السلام يزور طفل هذا الرجل اليهودي ويأتي إليه في عالم الرؤيا ويضع يده الشريفة على رأسه، ويكون هذا الطفل عند الصباح صحيحا سليما لا يعاني من شيء، ويخبر أباه اليهودي بأنه قد جاء رجل وقد شفاني وقال لي: أنا أبو الفضل العباس، أو أنا أبو الفضل العباس سلام الله عليه الذي قد ناداني أبوك فأغثته وأجبته إلى غير ذلك. يقول: على كل الأحوال نهضت أنا من فوري، كنت جالسا، وبدأت أصرخ في المستشفى: يا أبا الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس. واجتمع الأطباء وأخبرتهم بالأمر وقاموا بالفحوصات والإجراءات اللازمة، فلم يجدوا أي أثر لهذا المرض في ولدي أبدا، ولذلك جئت أقدم هذه الحلويات امتنانا مني وشكرا مني لأبي الفضل العباس سلام الله عليه. وأنا أوعدكم بأني سأقرأ عن أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وإني أتصور بل أجزم بعد أشهر قليلة سوف أكون من عداد المسلمين وكذلك من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وهذا ما حدث. فإذا كان أبو الفضل العباس عليه السلام يغدق بخيره وبجوده وبكرمه حتى على اليهود، حتى على المخالفين عن الإسلام أو المخالفين للإسلام من باب كرمه وجوده ومن باب هداية قلوب الآخرين لهذا المنبع الصحيح، لذلك أنت عليك أن لا تيأس من مكانك، نادي وقل أيضا: يا أبا الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس. وكذلك قم أنت أيضا بنفس هذا الناذر، لعل أبا الفضل العباس سلام الله عليه يستمع ويتقبل الله سبحانه وتعالى نذرك، وكذلك أبو الفضل العباس سلام الله عليه. انظر، كيلو حلويات، أكثر من كيلو حلويات للفقراء، بالخصوص للفقراء الذين لم يأكلوا من هذه الحلويات، لا أن تعطيها لناس يأكلون الحلويات وإلى غير ذلك، لا، فقط للفقراء.
وإن شاء الله تعالى كما تسعد الفقراء، وهذا الإسعاد يدخل الفرح على قلب أبي الفضل العباس عليه السلام، كذلك يأتيك الفرح من قبله ويقضي لك حاجتك، فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولا أيام من محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.